You are given a vector in the xy plane that has a magnitude of 90 units. ده الماجنتيود بتاعه اللي هو الجذر التربيعي الاكس تربيع زائد واي تربيع. الواي كوردينيت بتاعه بيقول لي 65، يعني لتحت 65 مثلا لغايه هنا كده. طب والاكس كومبوننت يكون بقى يمين او يسار، يعني ده الواي والاكس كده او الاكس كده. فاحنا مش عارفين بقى هو يا ترى ده ولا ده. في الحالتين الفيكتور بتاعنا الكومبوننت الواي بتاعته سالبه. لو عملت كده اهو هتلاقوا الكومبوننت الواي سالب اللي هي دي، اللي هي كام قيمتها؟ 65. ده 90. سواء بقى الاكس كومبوننت بوزيتيف او الاكس كومبوننت نيجاتيف ما اعرفش. بيقول لي وات ار ذا تو بوسيبيليتيز فور اتس اكس كومبوننت. والله الاكس لو سمينا ده ايه مثلا يبقى ده اي واي. نقول كده الاي اكس يساوي الجذر التربيعي لاي تربيع ناقص اي واي تربيع، لان اي اكس تربيع زائد اي واي تربيع بيساوي الاي تربيع. فهنقول لو عايز اجيب الاي اكس بفيثاغورس عايزين نجيب ده، او ده تربيع ناقص ده تربيع. ده 90 وده 65، يبقى اخد الجذر التربيعي 90 تربيع ناقص 65 تربيع. فطلع الاكس يا اما طبعا ده الجذر التربيعي بيطلع يا بوزيتيف يا نيجاتيف 62.2 يونتس. ده البارت ايه. في البارت بي بيقول لي اسيوم ذا اكس كومبوننت از نون تو بي بوزيتيف. خلاص يبقى خدنا بس القيمه البوزيتيف. ده في البارت بي. Specify the vector which if you add to the original one would be a resultant vector that is 80 units along the minus x direction. يعني احنا دلوقتي عرفنا ال a x قال لي positive يعني plus 62.2، وال a y احنا عارفين ان هي negative من الاول 65 units. طب هو بيسألني على البي اكس تكون بكام والبي واي بكام، بحيث ان المحصلة بتاعتهم السي اكس مدهاني قال لي كلها في اتجاه الماينس اكس يعني ماينس 8، والسي واي بصفر. ليه بصفر؟ لان خلاص المحصلة كلها في اتجاه الماينس اكس. طب من هنا اذا البي واي بتساوي ده زائد ده يساوي صفر، يبقى البي واي يساوي 65 يونتس. اشمعنى موجب؟ عشان يبقى 65 مع ماينس 65 يديني صفر. طب هنا السي اكس هتساوي البي اكس بقى هتساوي ده زائد ده يساوي ماينس 80، يبقى معنى كده ايه؟ ده يساوي ايه؟ بيساوي ماينس 80 ناقص 62. ناقص 80 ناقص 62.2 يديني ماينس 1.42 يونتس. لو حطيت ماينس 1.42 مع 62 يديني ماينس 8. يبقى احنا عرفنا دلوقتي البي. هو بيسالني بيقول لي specify the vector which you add to the original one ويديني resultant ماينس 8. طب دلوقتي انا عندي البي اكس وعندي البي واي، يبقى البي بكام؟ اهي الجذر التربيعي لبي اكس تربيع زائد بي واي تربيع، يعني ده تربيع زائد ده تربيع تحت الجذر تربيع مع 65 تربيع تحت الجذر اداني 156.